لما جاب لي أول عجلة ركبتها في حياتي قال لي عقبال ما أشوفك راكب العربية. من وأنا صغير وهو بيناديني يا باشمهندس وأنا فعلا بقيت مهندس، بس هو معاش معايا الفرحة دي. حالة أبويا ملحقنهاش لأن الكبد ما بيستناش. في أسر تانية كتير ممكن تلحقوها، تبرعاتكم بإذن الله هتشفي مرضى الكبد الغير قادرين. جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، مستشفى الكبد المصري. أكفل مريضا بالكبد تحيي نفسه.